اوعى تبعت الايميل فاضي، اوعى تكتب الايميل بالعربي، اوعى تكتب هاي في الايميل، واوعى تكتب الاي سمول. كل هذا الحكي انا ما راح احكي لك اياه في هذا الفيديو، بس راح احكي لك كيف تبعت الايميل بطريقه تخلينا كم ناس بدنا نوظف نفتح الايميل تبعك ونفتح السي في تبعك، رن عليك ونقول لك حبيبي تيجي عندنا على انترفيو، خلينا نشوف كيف. أجاني كثير أسئلة إنه كيف نكتب الكفر لتر أو كيف نكتب رسالة التغطية أو كيف نبعث الإيميل أو whatever. أول شيء بدي أحكي لك إياه، لا تحكي عنها رسالة تغطية لأنه ما حدا بيعرف شو يعني رسالة تغطية، اسمها كفر لتر أو كيف أبعث الإيميل للوظيفة. انسالي موضوع التغطية. اللي راح أحاوله في هذا الفيديو إني راح أحاول أشمل معظم النقاط الخاصة بالإيميل اللي بدك تبعته، مش بس بالرسالة اللي بتنحط جوا الإيميل. اللي بدي أحكي لك إياه، اول شغله ابعثه من ايميلك الشخصي اللي يفترض، ما بدي اقول لك بروفيشنال واقعد احكي لك حكي تنميه بشريه، بس اكيد ما راح تبعته من ايميل lulu_annari@dalaa.com. بليز يعني ابعته من leila_ahmed@whatever اللي بدك اياه .com او jasser@whatever الدومين يعني hotmail outlook gmail whatever، مش كتير فارق، المهم انه ابعته من اسمك، يعني رجاء ابعته من اسمع. النقطة الثانية اللي لها علاقة بالنقطة اللي أنا حكيتها قبل شوي، ما حد راح يفرق معه شو الدومين تبع الإيميل، يعني إذا أنت كنت at gmail مش كثير راح يفرق معي، إذا outlook ما راح يفرق معي بالمرة، إذا hotmail ما حنتبه أساسا، يعني ما بهمني أنت شو عامل الإيميل تبعك. الناس اللي بتقول لك الجيميل بروفيشنال أكثر، ما فيش إشي بروفيشنال أكثر من شي، بهمني أشوف السي في تبعك. شغلة كثير ضرورية رقم 3، إذا أنت قاعد بتقدم للوظيفة نفسها في أكثر من شركة أو لأكثر من وظيفة في أكثر من شركة، فرجاءً لا تحطنا مع بعض كلنا وتبعت لنا الإيميل نفسه وأشوف إنك أنت باعت إلي ولإخواني، راح أغار من أخوي الثاني. راح أحكي إنك تحبه أكثر مني، راح أحكي إنه إحنا كلنا مش فارقين معك. ابعت لنا كل واحد لحاله عشان تضحك علينا ونحس بأهميتنا في حياتك العملية اللي أنت أصلاً مش شايلنا من أرضنا. رقم 4، موضوع الايميل حاول او حاولي يكونوا واضحين وستريت تو ذا بوينت. انا اذا مهتم ما راح اعرف لحالي، انا والله مهتم ما دام فتحت الايميل وبدي اوظفك وحيات الله انا مهتم، بس ما راح اعرف لحالي شو موضوع الايميل. ومرات انا بكون نفسيه وما بتطلع على الايميل اللي السبجكت تبعه ملوش دخل في الوظيفه اللي انا بدي اوظفها، ما عندي وقت والله مش فاضي، مش انا مش مهتم فيك او مش مهتم فيكي، بالعكس انتوا اهم اثنين في حياتي، بس انا بعتولي يا ستريت، لا تعتمد على ذكائي. يعني إذا أنا طلبت إعلان وظيفة، في إعلان وظيفة إنه أنا بدي مثلا على سبيل المثال محاسب بخبرة كذا في مجال كذا، فأنت حط لي إنك أنت محاسب بخبرة كذا في مجال كذا، وإذا في الإعلان أنا عم بحط reference number للوظيفة استخدمه، اضحك عليه معلم استخدمه، راح تخليني أنا أنشد لك من كمية الذكاء الخارقة اللي أنت عندك اللي استخدمت فيها الاشي اللي انا حطه فيها في اعلان التوظيف. وبدي اغششك شغلة صغيرة، اذا احنا حاطين في الاعلان هيك يعني حكينا لك استخدم هذا السبجكت في الايميل، اعمل له كوبي بيست، ما تحاول تستخدم ذكائك. رقم خمسة، شايفين هذا الرقم، رقم 5، اكتب الايميل بطريقة مهذبة وبروفيشنال، وانا ماليش دخل كيف تكتبه ولا راح اقول لك اكتب اكس واي وزد، افتح جوجل بس شوف بروفيشنال ايميل او بروفيشنال كفر لتر ايميل، ما تعمل له كوبي بيست، بس شوف يعني كيف يعني مهذبه وبروفيشنال. واهم شيء بالمهذبه والبروفيشنال انك اكتب لي شيء في الايميل، لا تبعث لي الايميل فاضي، اوعى 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 تبعث الايميل فاضي، لانه اذا انت بعثت الايميل فاضي راح احس انك انت مش مهتم فيي وانه انا ما بهمك وانه انا مش كثير مهم في حياتك انك تعتبرني حدا او شخص مهم انك انت تقدرني، فما راح اقدرك، يعني ما راح افتح السي في. تحكي عني نفسيه ولا ما تحكي عني نفسيه، تحكي عني محتاج اني اوظف في الوظيفه الفلانيه ولا مش محتاج اوظف في الوظيفه الفلانيه، اذا الايميل فاضي ما راح نفتح. رقم 6، شغله كثير مهمه، اذا مطلوب تبعت سي في او بورتفوليو او ملف سابقه الاعمال او صوره شخصيه او تبعت اي شيء، ابعت هذا لاي شيء، ما تنسى تحط الاشي المطلوب في الاتاتشمنت سي في او بورتفوليو بشكل عام، ولكن اهتم انك انت تلتزم بالتعليمات اللي حط لك اياها. يعني لما ابوك يقول لك روح جيب لي كيلو عدس من الدكانة، روح جيب له كيلو عدس من الدكانة، لا تروح تجيب له شوال رز، ما راح ياخده.
إذا قال لك روح جيب 2 كيلو لحمة، روح جيب 2 كيلو لحمة مجرومة، لا تروح تجيب له فخدة خروف وزنها 3 كيلو، ما راح يأخذ منك. بالضبط لما أنا أطلب منك صورة أو أطلب منك CV أو أطلب منك بورتفوليو وأحكي لك إنه مشان الله لا يتجاوز حجمه 10 ميجا 20 ميجا 25 ميجا في أقصى حد، ما بكون عم بتشرط عليك وبتنفسن. الإيميل ما بيسمح إنك تبعت أكثر من 25 ميجا هاد كبداية، فراح تضطر تروح تحط لي وي ترانسفير لينك أو تحط لي لينك للإيشو أو البيهانس أو whatever موقع اللي بتستخدمه. وبهاي الطريقة أنا ما راح ألاقي وقت إن أنا أشوف شغلك، أو ما حيكون عندي سبيس في الدرايف اللي بسيب عليه أصلاً عشان أسيب شغلك، أو السيستم عندي أساساً ما بياخد أكثر من 20 ميجا. فأنا ما بتشرط عليك وما بتنفسن عليك، ومش لأني أنا صاحب الوظيفة أو التوظيف فأنا بحملك مليون جميلة. هدول المواضيع حطهم كلهم على جنب، هدول تحكيهم مع خطيبتك، وبتبعت لي بورتفوليو أو CV لا يتجاوز 10 إلى 20 ميجا أو الحجم اللي أنا حاطط لك إياه في الإعلان. إذا حطيت لك في الإعلان لا يتجاوز 5 ميجا، فمعناته لا يتجاوز 5 ميجا. وإذا أنت مهتم تبعت لي الإشي اللي أنا بدي إياه، مش الإشي اللي أنت بدك. واضح إنه هذا الموضوع كثير مستفزني أنا، فهيني عم بحكي لك شو تسوي. فأرجوكم أرجوكم بليز اعملوا. رقم سبعة واللي راح تشمل اشياء كثيرة ركز معي فيها، واللي هي لما اجي اكتب البادي تبع الايميل. خلصنا من السبجكت، وخلصنا من الايميل اللي انا عم ببعت منه، وخلصنا من الاتاتشمنت اللي انا بدي اياها، وخلصنا لازم نكتب بطريقة رسمية. طب شو لازم يحتوي مواضيع هو البادي او الجسم او الاشي اللي انا بدي اكتبه في الايميل؟ رقم واحد، إذا أنت حاب أنك تعرف عن حالك كثير وحاب أنك تحكي عن حالك أنه أنا فلان وأنا بشتغل كذا ومش عارف شو، أوكي go ahead، بس حاول أنك تختصر، لأنه معلوماتك الشخصية بالمرة ما بتفرق معي وأنا مش مهتم وما بدي أعرف. يعني ما بهمنيش اسمك، راح أعرفه من السي في، بهمنيش قد إيه عمرك، وما بهمني أنك أنت متزوج ولا مش متزوج، أوكي، إلا في الوظائف اللي هذا الموضوع بيفرق فيها. رقم اثنين، وهاي أنا بعتبرها يعني مهمة جداً جدا، ولو موضوعي او انا شخصيا بهمك معناته اكيد ما راح تغفلها، اكتب عن شغلك اللي له دخل في الوظيفة اللي انت قاعد بتقدم عليها، واللي ماتشنج الديسكريبشن او الوصف تبع الوظيفة، واللي ماتشنج الاشي المكتوب في السي في تبعك. لا تألف ولا تحكي معي حكي فاضي من خلال الايميل، لانه ما راح نقرأه. رقم ثلاث، حط عن سنوات الخبرة، وحط عن الوظيفة اللي انت شغلتها او المناصب اللي انت شغلتها، حط عن المشاريع والانجازات او المهام اللي انت عملتها المهمة كثير، واللي هي يعني ابو زيد خالك لانك انت عملتها، بس اللي خاصة في الوظيفة اللي انت عم بتقدم عليها. اذا عم بتقدم كاركتك فما تحط لي انك انت استشهدت 3 مرات في معركة بدر، معركة بدر ما كان فيها اركتكتشر. اذا انت فارس فلا تحط لي انك انت بنيت 3 عمارات، لأنه أنت لازم تكون استشهدت في معركة أحد 4 مرات. أنت بليز ركز كيف توزع إنجازاتك. رقم 4، كثير 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 مهمة، حط عن مكان إقامتك اللي أنت حاليا مقيم فيه، خاصة إذا عم بتقدم على دولة بفرق معها مكان الإقامة، زي دولة قطر اللي أنا عم بحكي لك عنها، أو دول الخليج بشكل عام. وإذا أنت ما عندك مشكلة تنتقل من بلدك لعندهم، حط لهم أنك أنت ما عندك مشكلة تنتقل على الدولة اللي هم فيها. وإذا أنت محتاج فترة عشان تنتقل، احكي لهم أنا محتاج فترة عشان أنتقل. وإذا هم طالبين حدا أصلاً موجود في الدولة، لا تبعت إيميل وأنت موجود في دولة ثانية، لأنه ما حيحكي معك، مش لأنك مش شاطر، بس لأنه COVID-19 ما عم بيخلينا نقدر نجيب ناس من برا في الوقت الحالي. ورقم 5 اللي هو تابع لرقم 7، زي ما ذكرنا كنا وصلنا لرقم 7، إذا محتاج notice duration أو notice period، احكي له أنه أنا محتاج فترة أني أنا عشان أقدر أنهي عقد العمل اللي أنا موجود فيه حاليا، فترة شهر، فترة 3 أسابيع، فترة أسبوعين، فترة أسبوع، فترة ربع ساعة. إذا أنت محتاج وقت قل له أنا محتاج وقت. إذا محتاج وقت لا تقول له أنك مش محتاج وقت، لأنه أنا اتكركبت كثير من وراء الناس اللي تحكي لي ما عندي مشكلة join immediately، بعدين بروح بقول لي أنا محتاج 3 أسابيع، ما راح أوظفك، أنا البروجكت اللي عندي مثلا الهايرينج أو urgent hiring، فأنا بدي ناس هلا، او انا ما عندي مشكله استنى للنوتس تبعك، فعادي بقول لك مش مشكله تعال بالشهر الجاي، ما عندي مشكله. فمرات تصير هاي الحاله ومرات تصير هاي الحاله، فانت كون صريح وستريت تو ذا بوينت انه انا محتاج هالقد نوتس عشان اقدر اشتغل معكم. لانه اذا كذبت راح تروح على شركتك تقول لهم انا بدي اروح اشتغل اجاني عرض عمل، راح يقولوا لك اقعد انطز اشتغل معانا، لانه انت لسه في عندك شهر انذار قبل ما تتركنا، ما راح تقدر تيجي. رقم 6، معلم، اذا في اشي ثاني
حاب تحكي لي اياه وبدعمك في الوظيفه وبقويك وخليني ارن عليك ارفع التلفون اقول لك مرحبا ابو حميد بدي اياك لانترفيو. اذا هذا الحكي موجود احكيه، اذا في حكي فاضي ما له علاقه انك تحب السباحه وركوب الخيل وانك انت بتصلي الخمس صلوات وانك انت بتروح على الكنيسه دائما وانك 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 وانك، هذا ما تكتب لي اياه. بس اللي له علاقه في الوظيفه، بس اللي بدعمك في اشياء في الوظيفه ما بتدعمك فلا. رقم 7، انا واصل رقم 7، كل اللي حكيت لك اياه لحد رقم 6. في رقم 7 بدي اقول لك انه انت اختصره قدر الامكان، يعني ما تدوشني وما تدوش الموظف، يعني انا ماليش دخل بالاخر، ما تدوش الناس اللي عم تطلع على الايميل تبعك لانه طويل ما راح يكملوا قراءته، واذا ما كملوا قراءته ما راح يفتحوا السي في تبعك، واذا ما فتحوا السي في تبعك ما راح يحكوا معك، واذا ما حكوا معك انت ما راح تتوظف، واذا ما توظفت راح تقرفنا وتضلك تحكي لنا انك انت زعلان ونفسيتك تعبانه والى اخره. فالتزم في النقطه اللي بحكي لك اياها عشان كل هذا ما يصير وما تاكل راسنا. رقم 8، اشي كثير مهم اغشك اياه لاني ما بدي اعتمد على الذكاء الاجتماعي تبع اي حدا عم بحضر الفيديو، كل اللي حكيت لك اياه بدك تلتزم في متطلبات الوظيفة اللي موجودة في الإعلان، سواء الوظيفة، عدد سنوات الخبرة، اللوكيشن تبع الإقامة تبعك انت وين موجود، الجوينينج ديت اللي هم عم بيعلنوا عنه انه ايميديتلي ولا مش مشكلة مش فارقة عندهم، الموضوع اللي تستخدمه في اسم الإيميل، حجم الملفات اللي انت تبعتها، عدد الملفات اللي انت تبعتها، نوع الملفات المطلوبة. إذا مطلوب منك تبعت بس CV ابعت بس CV، إذا مطلوب منك تبعت البورتفوليو فلازم تبعت البورتفوليو، بس إذا مش مطلوب منك تبعت جواز سفر فلا تبعته. جواز سفر راح أطلب منك بعد ما أحكي معك، يعني بعد ما أحكي معك وبعد ما نتفق وبعد ما أقول لك أوكي وبدي أعمل لك أوفر لتر بطلب منك جواز سفر عشان بلش في الإجراءات المطلوبة، لكن التزم بالأول بالأشياء المطلوبة في الإيميل. رقم 9، راح أرجع أحكي لك لا تبعت الإيميل فاضي. ورقم 10، لك لا ترجع تبعت من لولو اندرسكور الاموره الدلع.com، لا بهمني انك لولو ولا بهمني انك اموره ولا بهمني انه في دلع في الموضوع، لانه لما اكون بوظف بكون قرفان حالي، فرجاء التزموا بهدول. وصراحه رقم 9 ورقم 10 انا حطيتهم بس عشان اكمل 10 نقاط لانهم كثير مهم يكونوا 10 مش 8 نقاط، كثير احلى هيك على السمع. ارجوك التزم في كل هذا عشان اشوفك بتشتغل وتنشغل عنا 10 ساعات وما تقردنا، وبعد 10 ساعات تيجي تحضر الفيديو هذا اللي انا بعمله. سلام.